في ندوة، ندوة طبية مهمة جدا، وقافل موبايله. هو أصله لما بيندمج بيعزل نفسه عن أي حاجة. الله عليك يا سليمان يا مقطعهم. حل يا شوقي، حل حل يا حلو حل. قابل يا حبيبي، قابل قابل. أجل الفرحة شوية يا دكتورة، لسه العشرة فيها الروح. روح يا حبيبي مطرح مطروح، يا ساكني مطروح، أنا حبسة عمهم. يا حبيبي أنا بلعب المحبوسة دي من وأنت لسه في شورت وبتقول على السكر أكر. حبيبي أبو أحمد يا ابو شو، اسمع مني، نهده باتنين احسن بدل ما تلبس الخشب وتشمت فيك السيده كلها. خشب ليه؟ تلميذ انا ولا تلميذ؟ ها لا حصلت ولا عمرها تحصل ابدا. ما تخلص نفسك يا ابو شو، انت هتعمل فيها قوم عمال. يا عم جمال ما تسيبه يعمل فيها قومه، كله يقام على نفسه. اوعى العقل دكتور ضياع، دكتور ضياع. العب العب ابو شو. شيش سيه، والنبي ما تتعب نفسك، ألعبها لك أنا مانع من الإحرار، أصل بلاش اللي هنا أكل غيره. دي بقى بالشوق ما يعكشهاش إلا درجي، صح؟ مفيش غيره. طيب إذا شفت الدرجي بيلعلط قدام عينيك الدبالي دي تعمل إيه؟ أبطل طول، ورحمة أبويا أبطل طول، وألعب في الحارة بيلي مع العيال. تلعب بيلي؟ ألعب بيلي. ونسميك بيليا؟ سميني بيليا، سميني فكيها، اللي يجي على كيف. طب يا كريم، وشك 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 وشك. مش ممكن، لا سحر ولا شعوذة. فرق المشاريب يا ابو سحر، وهات لنا هنا والنبي واحد كاكاو بالحليب للكابتن بيليا. بتعملت لنفسك كده لا يجي لك هس هس. اتفضل يا دكتور. امسك يا فندم، شوف يا ريال. والله الناس يا دكتور بتحبك كده لله في لله. الحمد لله. ايه ده؟ ده كتير قوي يا دكتور. كتير ايه بس؟ يا الفلوس بتاعت حد يا ابني. ربنا يرزقك كمان وكمان، وتفضل مغرقنا بخيرك العمر كله. ايه بتبص على ايه؟ درجي اهو، درجي. ايه جت ازاي؟ احنا فين يا دكتور؟ مشوار صغير وراجع. اي خدمه يا ابو احمد، استلم الزبون. ربنا يخليك يا دكتور. بقول لك يا ابو صحر. عيونك يا ابو صحر، عمك يا دكتور سليمان. الحساب عندي انا، ما تاخدش حاجه من شوقي. ليه كده بس يا دكتور؟ ده انا كان نفسي افرح فيه النهارده. لا يا راجل انت صدقت برضه. لا احنا بس بنسخن القعده وبنكسر مناخير الزبون مش اكتر. راجع لك تاني. سلام يا دكتور. موت وقفه للراجل ده، موت وافهمه يا جدعان. انت جاي تموت هنا يا عمنا؟ يا عم شوف حته ضلمه موت فيها بقى، وانت جاي من ارياف تقرفنا ولا حكايتك ايه بالظبط؟ ارياف مين يا زباله يا نتن يا جربوع يا جعر؟ ما بقاش الا انت يا ابن الدلاله. ده من ذوقك يا باشا. الاسطى حماده العفشاجي بيقول انك بتدور عليا بقالك اسبوع. ربك والحق انك اتخذت. هو في حاجه عدم المؤاخذه؟ لا هي حاجه بسيطه يا اخ فتحي. انا اصل سمعت ان عندك حته غزار مجروحه ومعاها اسوره. ده انت غاوي بقى قديم. طب وانت عرفت الحوار ده منين عدم المؤاخذه؟ طب وريهالي الاول وبعد كده نتكلم براحتنا. طب يلا بينا. يلا بينا. نتكلم في ايه؟ انا عاوز افهم. اصل الظروف سعادتك محدش يقول لي ظروف وجوابات. انت قلت الدكتور سليمان موجود وهيتابع الحاله بنفسه. فات ساعه ونص من ساعه ما دخلنا ما شفناهوش. مش موجود ومش هيقدر يجي، كنت تقولي لي كده من الاول وانا اعرف احاسب السبب في المهزله دي، لكن تخدروني كل شويه بالكلام مش هينفع. اهدي نفسك يا فندم، انا هفهم حضرتك. اهدي نفسي ازاي يا دكتوره بالمهدئات؟ هو انا ما كنتش اقدر اخد واسافر لندن في الكام ساعه اللي استهلكناهم دول، وهناك هلاقي الاشطر من الدكتور سليمان الف مره. كلموا لي وزير الصحه حالا، انا غلطانه واستاهل الحرق اللي جيت المستشفى العجيبه دي. بعد إذنك يا فندم. يخرب عقلك، وانت عرفت منين؟ أصل يعني أصل إيه؟ هو إيه اللي أصله وما أصلش؟ ما تنطقي.
اصل الدكتور سليمان متعود يزور جماعه حبايبه كده عندنا يعني في الحته، وامبارح كان سالني عن واحد جارنا بعافيه شويه وقال انه هيعدي يطمن عليه النهارده، قمت انا بقى لما لقيت الدنيا مقلوبه عليه قلت اتقص بنفسي يمكن الاقيه، فاتصلت بقى مش حتى البقال وقال لي انه شافه قاعد في قهوه برقش. برقش اجري اندهلي مصطفى بسرعه. حاضر يا دكتور. بسرعه مفيش لحد يا ابني. سامحيني يا دكتوره، انا اصلا حسيت ان الحوار الجانبي ده يخص الدكتور سليمان فاضطريت اتجسس عليه. يا ريت بقى حضرتك تريحي نفسك خالص وتسيبينا اتصرف. خد بالك من السلمتين اللي جايين دول يا باشا، خدهم على طرف صوابعك. وهم يعني الدرجتين دول هم اللي مزعلينك قوي يا اخ فتحي؟ ما انا بقالي 5 ادوار طالع على رجل واحده. ما قلت لك استناني تحت وانا هجيبها لك لحد عندك. لا معلش يا خفيف، انا احب عين كل حاجه على الطبيعه. طمنت بقى وراجع لك. اتفضل. يا دكتور وصلت لحد فين؟ يا عم فتحي حرام عليك، حرام عليك، بقى كنت عايز تلطعني تحت وتحرمني من الجمال والقبعة دي كلها، ده انت مريض. جمال؟ جمال ايه بس يا دكتور؟ دي عشش العربجية والسريحة وحواري العشوائيات، أما لو ربنا كرمك كده ودخلت شقة في المهندسين ولا في إلا بجاردن سيتي، هتعمل ايه بس؟ تجيلي كرشة نفس. وربنا دمك زي العسل، بس على فكرة أنا مش مصدق إنك دكتور. والله ولا أنا، بس هنعمل إيه بقى؟ أهي الدنيا كده، ساعات تعمل حاجات غريبة بلاش أي معنى. يلا بقى طمن قلبي، متعني برؤية الحبيب يا مجرم يا سفاح. اتفضل يا باشمهندس. اتفرج وافرز. الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة يا غالية. صاحب القهوه دي انا يا سعاده الباشا. يا 6000 مرحبا. طامع ناب وسهل البهوار. شفت ايه يا عم انت تتهرج؟ سعادتك احنا تمام التمام وزي الفل وكله في مجرى القانون، دي رخصه السياحه. دكتور سليمان العريني تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ في حد في مصر كلها ما يعرفش الاستاذ فؤاد عوني؟ دي اجدع مزيكاتي خلقه ربنا. مزيكاتي؟ اه معلوم. اصلا عدم المؤاخذه يا راجل سميع، دماغي دي بقى يعني فوق. يا ماستر لو سمحت. ايه انت كمان يا حاج؟ احنا نقصد تعرف عنوان الاستوديو بتاعه؟ مش هو شخصيا يعني، اصل العمارات هنا كلها شبه بعضها. اه العنوان. العنوان في قفايا عدل. قفاك؟ قفاك ازاي يعني؟ الاستوديو بتاعه في العماره دي واني البواب بتاعها. لا مش ممكن. مش ممكن بجد، انا مش مصدقاك، انا مش شفتش كده. انت اوفر اخر حاجه. ايه ده؟ أمر يا أمر، أي خدمة؟ سلام يا باشا، هو ده البيت سعادتك. قول الواد اسمه إيه يا ابني؟ اسمه فتحي يا باشا، فتحي عبد العزيز شبانه. نبعت حد يجيبه يا فندم؟ جيب حد إيه يا إبراهيم؟ هو مسجل ولا سوابق؟ ده دكتور لازم أطلع أجيبه أنا. إيه اللي جاب الراجل المنطقة أصلا؟ احنا لسه هنبسبس يا عم فتحي، ما الموضوع يتقال في كلمتين. الفرد شرد عن القطعيه في التماسي وانت حبسته بشويه غله، وانا دلوقتي جاي علشان افك حبسته بالاصول. لا عدم المؤاخذه يا دكتور، انا ما طمعتوش. لا طمعته يا فتحي، طمعته يا فتحي. الحمامه دي نبيها ومتربيه كويس قوي، ومستحيل تحط على عيب غريب، وانا مش هتوه على فرد انيته وفرخته على ايدي.
ايوه يعني بس عارف اللي هتقوله يا عم فتحي، عارف اللي هتقوله. الفرد ده نادر حبتين وماره حراق، وانا عنايا ليه. اللي هتطلبه هتاخده دلوقتي حالا فوقيه بوسه ومن غير فصال. لا بقى، العمليه دي متخشش دماغي ابدا. دكتور مين يا عم الحاج ده؟ انت برمت دماغي ولفتها في خمس دقايق بس، ولا اجدعها تاجر في الجماليه وشارع الجيش. ما تخلص بقى فتحي، ارمي بعضك، خلينا نخلص. عشان خاطرك انت بس ورقتين كبار، تعرف لو حد تاني. لا 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 لا، ورقتين كبار ده ايه؟ انت برضو مقامك 200 جنيه يا عم فتحي. لا انت مقامك عندي اكبر من كده بكتير. امسك يا فتوح. 500 اهيف؟ يا نهار ازرق، تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا لو واحد خطف مراتي وجي عشان يساومنا عليها، وربنا ما ادفع فيها الفلوس دي كلها. يا عم ولا انا. دكتور سليمان، بشوف بيصلي عليك. مساء الخير. دكتور سليمان العريني؟ ايوه يا فندم، انا سيادتك.